توقعت دوائر الأرصاد الجوية في دول الحوض الشرقي للبحر المتوسط تساقط الثلوج على ارتفاعات منخفضة نسبياً مع وصول العاصفة القطبية إلى المنطقة اليوم. وأفاد موقع طقس العرب بأن عاصفة هوائية باردة وقطبية وصفها بالجبهة الثلجية ستعبر الأردن مع الساعات الأولى من عصر اليوم، الأمر الذي سيؤدي إلى تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة.